إصدار حزمة من التشريعات الاقتصادية المكملة لتعزيز مناخ الاستثمار في مصر والانتهاء من تطوير القوانين واللوائح الإدارية وتعديل التشريعات اللي لسه بتحتاج التأكيد للتعديل للوصول بالمناخ العام للاستثمار لأفضل ما يمكن والمستوى الأمثل لجذب وتحفيز الاستثمارات سواء المحلية أو المصريين بالخارج أو الأجنبية. شكرا جزيلا معالي الوزير على استضافتي، وسعيد جدا طبعا بكل الضيوف واكثر سعاده بتواجد الدكتور محمود محيي معانا. وحشتنا على الدكتور ونتمنى نلتقي قريبا. اعتقد الموضوع لا يحتاج الى بيان لاهميته. احنا النهارده بنتكلم على 31 مليار دولار تحويلات مصريه للخارج، بنتكلم على انه اكبر دخل بالعمله الاجنبيه لمصر، سبق التصدير، سبق قناة السويس، سبق قطاع السياحة، سبق كل القطاعات المدرة للعملة الأجنبية. وبالتالي لا نحتاج إلى تأكيد على أهمية هذه الندوة وعلى أهمية هذا الموضوع. إذن لو بنتكلم من ناحية استراتيجية إيه المطلوب؟ لا شك إن الدكتور محمود اتكلم في هذا الموضوع 6-7 مرات. أصبح تواجد المصريين في الخارج وزيادة قدرتنا التنافسية على التواجد في الخارج أمر أصبح حيوي وضروري، ويجب أن يكون على أولويات الاستراتيجية المصرية خاصة في التعليم. كلام اللي قاله صديقي العزيز محمد مهندس محمد زكي السويدي فيما يتعلق بالمعاهد الفنية هو يصب في هذا السياق، يصب في هذا النطاق، وهو زيادة قدرتنا التنافسية من خلال الاستثمار البشري في التعليم. النقطة الثانية برضو محتاجين بقى تحليل أعمق، هذه التحويلات بتروح في أي قطاعات؟ هل في القطاع الاستهلاكي؟ هل بتروح لأسرهم؟ هل بتروح في الادخار؟ هل بتروح في الاستثمار العقاري؟ يعني برضو من النقط اللي بتنبهنا إنه هتلاقي أكتر فترة في التحويل كانت من إبريل ليونيو، ده أكبر. طب إيه سبب هذا؟ لأنه كان في برضو استثمارات عقارية، كان في مشروعات جديدة. هل هذه الأمور كلها لازم تبقى معروفة إيه أكبر مجال للاستثمار ومجال لهذه التحويلات؟ أعتقد دي مسألة برضو مهمة جدا على مستوى ونحن نبقى عارفين حتى نستطيع أن نزيد من قدرة وفتح مصارف كثيرة. أيضا عملية التسهيلات البنية النهاردة، أنا ما ينفعش إن إحنا بعض الدول الأفريقية زي كينيا تبقى فيما يتعلق بالموبايل، فيما يتعلق بالتحويلات النقدية عن طريق الموبايل أكبر من مصر. يجب نحن نتكلم على مزيد من التسهيلات، دور البريء، القواعد، التحويلات الإلكترونية. وأعتقد زي ما قال الدكتور محمود جزء كان من المزايا كوفيد 19 إنه التحويل الرقمي زاد جدا، فإحنا لازم يبقى عندنا امتداد لهذه المسألة واهتمام بها كنوع من أنواع الاستراتيجية. أيضا لما أجي أتكلم على الاستثمار، هناك طبعا البورتفوليو انفستمنت ده أحد مصارف الاستثمار. أنا هدي للناس دي فرص الاستثمار، السندات الدولارية اتكلمنا فيها، في دلوقتي الصكوك السيادية بالذات العاملين في دول الخليج، يعني إحنا لما في تارجت وبعمل ماركتينج لهذه الأوراق المالية لابد إن أنا أبقى بتارجت عدد من الدول على وجه التحديد، لأنه أبقى عارف هم إيه أنواع الاستثمار الآمن ليهم في هذا السياق. محتاج أيضا أمور كثيرة خاصة بالبورصة المصرية، لازال الاستثمار في البورصة من الخارج، الدكتور فخري يتفق معي في هذا، لازال صعب. وعملية تحويل الأموال والصرف وإلى آخره وتحويلها مرة أخرى إلى جانب عوامل أخرى كثيرة لابد إن إحنا يعني نهتم بها. يعني واحنا بنحدد جدول الاعمال قررنا انه العام التشريعي الحالي كلجنه اقتصاديه يكون عندنا ملف رئيسي وحيد كملف استراتيجي، وهو ازاله معوقات الاستثمار ودعم سياسات الاستثمار الاجنبي والاستثمار المحلي على وجه التحديد. كل الدوره السنه التشريعيه كلها هنقضيها لهذا الملف للتدليل على اهميته وضرورته، واعتقد ان هناك كثير ممكن يتعمل في هذا المجال. حضرتك سالتي ايه التعديلات التشريعيه؟
عاوز اقول لك صعوبه المساله ان احنا مش محتاجين تعديلات تشريعيه كثيره زي ما الناس متخيله. مشاكلنا الرئيسيه لا زالت في المسائل المرتبطه بالتنفيذ والبيروقراطيه. وللاسف الشديد كنا لسه بقول مع زمايلي ان كلمه بيروقراطيه مطاطه واسعه جدا، فعاوزين نبتدي نحدد اليات محدده لجذب الاستثمار واداره معوقاته في هذا السياق، وهي عديدة. لكن يعني المستقبل احنا كان دايما عندنا كنا بنقرا المعوقات الاستثمار، كان دايما نتكلم على عدم وضوح السياسات الضريبية، عدم وضوح السياسات المالية، تذبذب سعر العملة، السياسات النقدية، دي كانت اكبر معوقات دايما. احنا تجاوزنا جزء كبير منها، وان كان لدينا عندنا مشاكل فيما يتعلق بالاجراءات الضريبية وقت الربط الضريبي، لكنها مسائل أصبحت أقل مما كانت عليه، خاصة فيما يتعلق بالسياسات المالية والسياسات الاقتصادية. لكن فيما يتعلق بالبيروقراطية والازدواجية في القرارات وطول الإجراءات ومسائل مرتبطة بالترخيص، مسائل تسوية المنازعات، إنفاذ القانون، لازالت هذه المعوقات القائمة، ويمكن التعامل معها أصعب من التعامل مع السياسات المالية والاقتصادية اللي حصل على مدار الخمس سنوات. لكن عندنا أمل إن احنا يعني نحقق طفرة كبيرة في هذا المجال، وهناك من العاملين في الخارج رغبة كثيرة جدا، خاصة للاستثمار في المشروعات المتوسطة وأحيانا المشروعات الصغيرة من خلال ذويهم، فيجب إن احنا نهتم بهذا. شكرا جزيلا.